الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي وأستاذي معالي المستشار حسين بيك جمال أمين عام نقابة محامين مصر، يسعدنا دائما أن نلتقي مع معاليكم لنستفيد من القانون بصفة عامة ومن الجناية بصفة خاصة. يعني والله الإخوة الزملاء الأفاضل الأخوات الزميلات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله تعالى عشان يعني نخش في الموضوع على طول، آخر حاجة برضو ذكروني آخر حاجة سمعتوها إياه وتكلمنا فيها إيه، لأن المجموعات بتختلف. اختصاصات مجلس الدولة. طيب النهاردة هناخد موضوع في اختصاصات مجلس الدولة. لما اتكلمنا وقلنا الاختصاص النوعي، وقلنا ان مجلس الدولة فيه قسم للإفتاء مش كده، وفي قسم للتشريع، وفي القسم القضائي. واتكلمنا قلنا ان القسم القضائي نفسه داخله تخصصات، وقلنا ان المحامي مطالب قبل ان يبدا اي دعوه انه يعرف هيبدا منين وهيروح فين وهيروح اي مكان وهيروح اي محكمه عشان ما يضلش الطريق، عشان ما يتوهش. زي الواحد عايز يروح مكان ممكن لو هو فاهم السكه هياخد اقصر طريق على طول، لو مش عارف الطريق هيضطر يعمل ايه، هيضطر يسال ويروح، ممكن يخش طريق ويتوه ويطلع. نقطة أساسية إني لازم أعرف إلى أين أتجه من البداية، وعشان أعرف إلى أين أتجه من البداية زي ما قال حسين بكده، المحاماة هي في الأول والآخر هي مادة عملية، هي أسلوب عمل، هي ممارسة. يعني إحنا ما بناخدش محاضرات نظرية دلوقتي، حتى لو في محاضر بيقعد قدامك ويحكي لك ويتكلم في اختصاصات كذا وكذا، دي مش محاضرات نظرية، خلي بالكم، دي محاضرات ايه؟ محاضرات عملية، لان قانون المحاماة كله وممارسة المحاماة هي عمل، هي تطبيق عملي لكيفية ممارسة القضايا وكيفية رفع الدعوة وكيفية الحضور امام المحكمة ايا كان اختصاص هذه المحكمة، سواء في الجنائي او في المدني او في الاداري او غيره. فالدورات اللي انتوا بتاخدوها دي كلها ما هيش دورات نظرية، وما هيش مواد المادة وكذا بتقول كذا والمادة كذا بتقول كذا، ماشي. ده كله مهمتك انت كمحامي بقى، وقلنا الكلام ده قبل كده، ان انت لما تفتح تشوف المادة ايه والقانون ده اللي هيواجب التطبيق ايه، يعني الوقوف على النصوص القانونية دي مهمتك انت بعد كده عشان تبني المذكرة بتاعتك وعشان تبدأ المذكرة بتاعتك. انما الاهم ان حتى وانت بتكتب المذكره وانت بتودعها وانت بتودعها المحكمه وتاخد لها رقم وتحدد جلسه وكذا، كله ده عمل ولا نظري؟ كله ده عملي. فالمحاماه هو او هي اسلوب عملي في ممارسه القضاء الواقف، بالاضافه للقضاء الجزئي، وانت شريك في ذات الوقت زي ما قلت لكم مع المحكمه. فانت عليك بتعرف جزء مهنتك انت كمدعي كممارس للادعاء، والجزء الاخر للطرف الاخر وهي المحكمه، اللي انت برضو مكلف ان انت تعرف اسلوب عمل المحكمه وكيفيه عمل المحكمه وكيفيه التعامل مع المحكمه. فهي العمليه كله لا يتجزأ من البدايه حتى النهايه، وكله اجراءات عمليه. لما باجي بقى اخد قضيه واترافع ازاي فيها والدليل ومش الدليل وكذا وكذا، ده يعتبر تطبيق عملي. تطبيق ايه؟ تطبيق عامل، يعني اجيب لك قضيه حصلت واللي حصل فيها كذا كذا كذا، ودي ممكن يشرحها احد الاساتذه من واقع الملف اللي عنده في القضيه، وايه اللي قدمه، ايه استدعى خبير، وايه طلب ايه، وطلب سماع شهود، والشهود قالوا كذا، ولو انت معاك شاهد تعمل ايه. ده تطبيق عملي للقضيه اذا كانت جنائيه، من بدايه ما تبدا من عند اسم الشرطة لحد ما تنتهي في محكمة النقض، وإذا كانت مدني كذلك وإذا كانت إداري كذلك. يعني أنا عايز أدي النقطة دي إن المحاماة كلها إجراءات عملية، حتى قانون المرافعات اسمه إيه؟ قانون الإجراءات المدنية والتجارية، في دول كتيرة بتسميه كده، فهو قانون إجراءات. فإحنا بنمارس إجراءات وشغلك كله إجراءات. وأنا قلت من قبل كده إن لازم قبل ما أخش الموضوع ده بتاعك أنت،
الموضوع ده شغلتك، الموضوع ده فقهك. يعني انت عايز تكتب مذكرة دفاع عن نفسك وتبين فيها المواهب بتاعتك، دي شغلتك وملكتك الفقهية. انما ده ما يغفر لكش ابدا الخطأ في الاجراء، ما يغفر لكش ابدا ان انت ما تعرفش تروح المحكمة، ان انت ما تعرفش اختصاص المحكمة. ولذلك انا قلت لكم بكرر تاني ان المحامي اللي ياخد حكم بعدم قبول الدعوة لرفعها على غير ذي صفة يبقى محامي خاين. المحامي اللي ياخد حكم برفض الدعوة او عدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد يبقى برضه محامي خايب. ليه؟ لان لازم قبل ما اخش في الموضوع اخش فين؟ ادخل في الاجراء. فالاجراءات تاتي دائما في البداية. وحتى في المحكمة، المحكمة القاضي اللي يدخل في موضوع الدعوة ويتكلم عن موضوع الدعوة هو ناسي الاجراء او الشكل يبقى قاضي خايب برضه. ليه؟ لان ممكن الدعوة تنتهي شكلا وخلاص على كده وريح نفسه ووفر برضو على الخصم، لان الدعوة كده كده تاخد عدم قبول وهتحتاج طعن. يبقى المطلوب منا احنا الاثنين كقاضي جالس او قاضي واقف نعرف ونتقن وبركز على كلمة نتقن الاجراءات 100%، نتقن الاجراءات 100% عشان ما نضيعش وقتنا وما نضيعش وقت الناس، وفي نفس الوقت ما نضرش القانون وما نضرش المحاماة او ما نضرش القضاء. تمام. فأساسي الإجراء قبل الموضوع، ودايما المحكمة بتدخل في الشكل قبل إيه؟ قبل الموضوع. الشكل مش شكل الدعوة، لا، الشكل والإجراءات، الشكل والإجراءات. دي نقطة مهمة جدا. النهاردة هنتكلم في حاجة في داخل اختصاص مجلس الدولة، بل هي لب اختصاص القضاء الإداري، وهي هتصادفها أنت كمحامي يمكن بنسبة مثلا 80% أو 70%. اغلب اختصاص القضاء الاداري دعاوى اسمها دعاوى ايه؟ الالغاء. دعاوى الالغاء. هتلاقي كل اللي جاي لك والله انا حصل لي كذا وتخطوني في التعيين، دعوى الغاء. انا حصل لي كذا وتخطوني في ايه؟ دعوى الغاء. انا جاء قرار بالازاله للبيت، دعوى الغاء. جاء قرار بهدم مش عارف ايه، دعوى الغاء. انا ما حدش رضي يقبل ورقي في الانتخابات، دعوى الغاء. انا ما حدش رضي يديني العلاوات بتاعتي، دعوى الغاء. الشاهد ان احنا زي ما قلت لكم اختصاص القضاء الاداري اساسه قلنا ان في منازعات افراد وعقود وفي منازعات ايه؟ وظيفيه. المنازعات الوظيفيه ده الاختصاص، او يعني اغلب اختصاص مجلس دوله، اما دعاوى وظيفيه او دعاوى افراد وعقود. دعاوى الافراد والعقود او العقود والافراد زي ما بيسموها 90% منها دعاوى الغاء، ودعاوى الموظفين 90% منها دعاوى الغاء، وتقدر تقول 10% او 20% دعاوى اسمها دعاوى الحقوق. دعاوى ايه؟ الحقوق، او بيسموها المنازعات الماليه، اللي هو الموظف بيطالب بامور ماليه خاصه، ببدلات، بحوافز، بامور متعلقه بمعاشات، بيسموها الايه؟ البدلات والتسويات. عايز يسوي حالته، ما ضملوش مده خدمه، ما ضمش مده الخدمه العسكريه، ما ضمش مده عمل في المحاماه وهو شغال في وظيفه معينه وعايز يضم مده الخدمه بتاع عمله في المحاماه، دي اسمها دعاوى الحقوق والايه؟ والبدلات والحقوق. الشاهد يبقى انا عندي دعوى اساسيه في اختصاص مجلس الدوله هي دعوى الالغاء. ودي ضروري للي هيمارس العمل، ودي واجب على كل محامي. انا زي ما قلت لكم حتى يعني وان كان الميل بتاعك احيانا مثلا ممكن تميل للمدني، تميل للجنائي، تميل للاداري، انما مش معناه كده ان انت عيب جدا جدا ان يجي لك واحد يقول لك انا عايز ارفع دعوه الغاء، تقول له والله انا ما بشتغلش او ما فهمش في القضاء الاداري. عيب. عيب ولا مش عيب؟ عيب. لما يجي يقول لك انا عايز تطلع لي قرار فصل، عايز الغيه، طلع لي قرار ايه عايز الغيه، تقول له والله ما بشتغلش في الاداري. لا، انت ممارس عام المفروض بصفه عامه، وممكن تخصص دقيق بقى دي حاجه ترجع لك انت. انما لا يغفر لك ايضا ان انت تقول انا ما اشتغلتش في القضاء الاداري وما اعرفش اعمل دعوه الغاء. فلازم كلنا نبقى عارفين يعني ايه دعوه الالغاء. دعوه الالغاء دي اهي اسمها كده، دعوه الغاء القرارات الاداريه. ودي طبعا كلنا خدناها لو فاكرين، خدناها في سنه كام؟ سنه ثالثه، اللي هي في قسم القضاء الاداري. وبنبدا باهم اختصاص في اختصاصات القضاء الاداري، اسمع كده، الغاء القرارات الاداريه النهائيه. الغاء القرارات الاداريه النهائيه يعني ايه؟ يعني بما ان ده قرار اداري يبقى قرار طلع من جهه اداريه
وهذا القرار أصابه عيب من عيوب القرار الإداري، ومطلوب إلغاء هذا القرار للعيب الذي فيه. يبقى أنا عشان كمحامي دلوقتي عايز أرفع دعوة إلغاء، يبقى أنا لازم أفهم إيه هي أركان دعوة الإلغاء. يعني لما يجيني واحد دلوقتي يقول لي أنا طلع لي قرار فاصل، وأنت دلوقتي محامي في مكتبك وقال لك طب إيه الحكاية، والله أنا شغال في عملي وفوجئت إن في قرار جاي لي على بيتي ولا على مكتبي ولا على أي مكان إن أنت تم فصلك من الخدمة أو تم إنهاء خدمتك أو تم كذا، تمام؟ هتعمل له إيه أنت كمحامي كأستاذ؟ لازم بقى تشخصوا الحال. طب اتفصلت ليه؟ طب انت شغالة دي لك كم سنة؟ طب انت تحت التمرين ولا مش تحت التمرين؟ في خلال الست شهور الأولانية ولا مش في خلالها؟ لازم زي الطبيب بالظبط، لما الطبيب واحد بيروح له بيقول له ايه؟ ها؟ بيقول له اه عندك ايه؟ في حد من أسرتك كان جاله المرض ده قبل كده؟ مش عارف عملت ايه؟ طب كلت ايه؟ طب جالك حساسية من ايه؟ بتاخد التشخيص المرضي بتاعه وبتاخد السيرة المرضية بتاعته والتاريخ المرضي بتاعه عشان تبدأ تشخص الحالة ايه. نفس الكلام المحامي في القانون، انت اتفصلت، طب انت شغال، لازم قبل ما ابدأ في ان هو اتفصل ليه ولا ما اتفصلش ليه اعرف هو شغال ايه بالظبط، وفي نفس الوقت شغال بقاله كم شهر، هل هو تحت التمرين ولا مش تحت التمرين، هل قضى مدة الاختبار ولا ما قضاش مدة الاختبار. طيب لو هو اتفصل من الخدمة ايه اللي حصل منك؟ حصل كذا كذا. طيب وبعدين عملوا معاك ايه؟ بعتوا لك انذار ولا ما بعتولكش؟ هيقول لك ما بعتوليش. طيب وبعد كده ايه اللي حصل؟ هيقول لك حصل كذا كذا. يبقى انت كمحامي عرفت الحالة بتاعته ايه بالظبط، وبعدين تترجم في دماغك هو جاي عايز لك ترفع له دعوة. طب انت شغال فين؟ زي ما قلت لازم اعرف شغال في اي مكان، في شركة ايه؟ طب تخصصك ايه؟ ليه جايد الكادر بتاعه كادر خاص؟ ما انت لازم كل سؤال تسألهونه عشان توصل انا الموضوع ايه، وفي نفس الوقت لما هبدأ اشتغل هشتغل ازاي. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت ان كنت انتوا اللي كنتوا حاضرين ولا لا، بنقول بعد التشخيص هبدأ هل هو كادر خاص ولا مش كادر خاص. ليه؟ لان كل جهة ادارية ولا كل قطاع لها احيانا بيبقى لائحة خاصة به وقانون خاص به، ما ينفعش على طول اروح داخل على قانون الخدمة المدنية وهو اصلا تبع مثلا المحاماة، المحاماة لها قانون خاص بها وهو تبع هيئة معينة، الهيئة المعينة لها قانون خاص بها ولائحة خاصة بها، تمام؟ وهكذا. يبقى انا هعرف انا هبدأ ازاي وهبدأ منين بعد ما اعرف هو شغال فين وهل لي لائحة خاصة ولا ملوش، وبعد كده هل اتخذت إجراءات معينة عند إنهاء خدمته ولا لا، هل أحل التحقيق ولا لا. طب الفصل ده إيه؟ الفصل ده تأديبي ولا فصل غير تأديبي؟ يعني إيه فصل تأديبي وفصل غير تأديبي؟ تأديبي يعني هل اتخذت ضده إجراءات تأديبية، يعني هل أحل التحقيق، هل تم التحقيق معه، وأدخل كمان كمحامي بقى هل التحقيق ده كان سليم ولا لا، هل اللي أجرى التحقيق ده مختص ولا مش مختص، هل أتيحت له ضمانات التحقيق ولا لا، هل المحقق اللي حقق معاه كان محقق قانوني أو بمعنى أصح تتوافر فيه شروط المحقق ولا لا. يعني أحيانا في قضايا معينة لازم اللي حقق فيها درجة معينة، يعني مثلا لو وظيفة معانا درجة أولى ولا درجة تانية ولا غيره يقول لك لازم اللي حقق معاك يكون بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ممكن اللي حقق معاه يكون وكيل نيابة أو مساعد نيابة. الشاهد ان انت كمحامي انت اللي بتفل القضية عشان تطلع اساليب الدفاع بتاعتك عشان تنقض اي اجراء اتخذ، اما انت مهمتك ايه؟ يعني دايما انا بقول المحامي لابد ان يكون اكثر مهارة من اي حد تاني، اكثر، لان انا دلوقتي لما يجي واحد انا عايز اطلع واحد من امام محكمة، عايز ابرأ واحد من امام محكمة، المحكمة ده ايه؟ مش قاضي متخصص، واللي حقق معاه المفروض انه مستشار متخصص، وبالتالي انت مش هتقدر تناقض الحجه بالحجه الا اذا كنت اكثر فقها من مين؟ من اللي حقق معاه. وبالتالي هو صراع او منافسه قانونيه شريفه، ما انا اثبت للي حقق معاه ان انا امهر منه وان انا جبت كذا وكذا وكذا، يا خلاص يا استسلم والنتيجه زي ما تيجي. يعني انت كمحامي مطالب ببذل عناية، اي نعم، ولكن وليس تحقيق غاية، ولكن المهارة الاساسية ان انت كيف تنقذ الموكل بتاعك
من الورطة اللي هو فيها بقدر الإمكان. يعني أنت عليك تعمل أقصى ما يمكن. وعشان كده ليه بقى أغلب القضايا أو عدد كبير من القضايا بيطلع براءة؟ بيطلع براءة ليه؟ بيطلع براءة ليه؟ أغلبه لأن المحامي اللي هو الوكيل بتاعه اللي هو السند بتاعه فاهم ثغرات القانون وقدر على الأقل يبينها للمحكمة وقدر يقنع بها المحكمة. لو معلش لو المحامي مش قد كده أو ليس لديه المهارة الكافية هتفلت منه حاجات كتيرة وممكن تفلت هي التاني من القاضي. أنا قلت لكم قبل كده أنت كمحامي أنت بيبقى معاك في الرول قضية واحدة أو قضيتين أو ثلاثة وشغال عليهم في المكتب وشغال عليهم في البيت ورايح تبينهم للمحكمة. المحكمة أنا بيبقى قدامي رول فيه 200 قضية 300 قضية 400 قضية 500 قضية فمية في المية أنت المفروض هتبقى إيه؟ أكثر دقة لأن أنت دارس 3 4 5 قضايا حسب المجهود بتاعك أو حسب العدد اللي عندك. فأنت اللي لازم تكون دفاعك وتكون حججك تكون أكثر خبرة كمان أو أكثر تدليلا من إيه؟ من المحكمة. يبقى أنت لو أفترض بقى أنها منافسة قانونية المفروض أنت اللي يكون لك اليد الطولة أو الغلبة في إظهار الحقائق للمحكمة ومحاولة إنقاذ هذا الوكيل اللي وكلك لك. ده مش هيأتي أبدا إلا من دراستي الكافية للقضية، دراستي بإتقان للقضية، فأعرف ما يتعلق بهذه القضية من صغيرها لكبيرها عشان أبدي الحجج للمحكمة وأقنع المحكمة بها زي ما قلنا. فبتيجي دعوة، الكلام ده كله اسمها دعوة الإلغاء. عشان أعرف دعوة الإلغاء اسمها كده دعوة إلغاء القرارات الإدارية. يعني إيه؟ يعني أنا برفع دعوة على قرار إداري. ولذلك موضوع دعوة الإلغاء هو إيه؟ شخصي ولا عيني؟ موضوع دعوة الإلغاء إيه؟ شخصي ولا عيني؟ عيني. ليه؟ تمام. لأن أنا بختصم قرار إداري وبختصم. واحد يقول لك لا أنا بختصم الوزير. ماشي، أنت بتختصم الوزير باعتباره صاحب الصفة أو هو من أصدر هذا القرار. إنما حقيقة الأمر الطعن بتاعي بينصب على الوزير ولا على القرار؟ بينصب على القرار. أنا عايز أقول للجهة الإدارية أو للوزير أو لمصدر القرار إن القرار ده مش في محله. يبقى أنا لما أبطل القرار أو مجهودي كله على إبطال هذا القرار، وبالتالي يبقى الجهة الإدارية أخطأت في إصدار هذا القرار، والخطأ يولد إن أنا من حقي أن هذا القرار يبقى باطل، ومن حقي إن أنا أطلب إلغاء هذا القرار بل والتعويض عن هذا الإلغاء. يبقى أنا كده وصلت لإلغاء القرار وفي نفس الوقت التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت مين؟ الموكل بتاعي من هذا القرار. فبتنقلب الدعوة في الحالة دي لشقين، شق ان انا دعوة موضوعية بأصل الى الغاء القرار، والدعوة الشخصية لو بطالب بتعويض. يبقى انت كده خدت الايه؟ خدت الاثنين مع بعض. وعشان تبقى واحد بيطالب بدعوة الغاء انت بقى بتخش في ايه او بتدخل في عملية فنية بحتة. عملية فنية بحتة ليه؟ لان انا بطالب بإلغاء قرار. القرار ده مش عملية كده وخلاص احنا بنقول قرار وخلاص، لا، ده القرار ده يعني شغلانة. عشان اطلع قرار اداري يولد اثار قانونية، مش اي كلمة تطلع من المسؤول الاداري يبقى قرار، ومش اي كلمة تطلع في سرودها تبقى قرار. لان ممكن يطلع المسؤول الاداري او الوزير يقول لك قررنا 1 2 3، لكن انا كمحامي لما كيفه اقول له ده مش قرار اداري. ازاي ده اما طلع قرار هو قررنا نحن فلان الفلان 1 2 3 4، اقول له لا ده مش قرار اداري. ازاي؟ لان القرار الاداري له مقومات. ما انا بقى المفروض ان انا فاهم ومتخصص، مش اي كلمه تطلع من المسؤول اسميها قرار اداري. وممكن الموضوع او القرار او الاجراء يطلع في صوره عاديه جدا ولكن في حقيقته يبقى قرار اداري، وانا اللي اثبت للمحكمه المحكمه او الخصم بتاعي. ما انت ليك خصم تاني بيدافع عن الطرف التاني، يقول انت بتقول بطلب الغاء القرار وهو يقول لك ايه؟ نطلب عدم قبول الدعوه لانتفاء القرار، هو بيقول لك لا ما فيش قرار خالص، وانت لا تقول ده قرار. هنا تظهر المهاره، ازاي اثبت ان ده فعلا قرار اداري وبالتالي يكون محل للطعن بالالغاء، وازاي الخصم الثاني لو انت خصم عكسي بقى ازاي تثبت ان اللي طلع من الاداره ده مش قرار اداري وبالتالي رفض او عدم قبول دعوه الالغاء. يبقى كل واحد بيتمسك بحجته وفي النهايه نشوف اللي هينتصر مين. امتى اعرف ان ده قرار او اقول ان ده قرار،
وان وامتى اقول ان ده مش قرار؟ دي عمليه مهاره وفنيه ومحتاجه احاطه ودراسه كامله لما هو القرار الاداري. يبقى دخلت عشان ادخل في دعوى الالغاء لازم اعرف ايه هي دعوى الالغاء، ايه هي شروط دعوى الالغاء، وبعدين موضوع دعوى الالغاء هو قرار اداري، وبعدين ما هو القرار الاداري، لازم اخش في فنيه القرار الاداري، وبعدين مين اللي اصدر القرار الاداري، لازم اخش في مصدر القرار الاداري، وما هي شروط مصدر القرار الاداري. عمليه شغلانه. ليه؟ مش اي واحد، مش اي شخص يطلع كلام يبقى قرار. ده لازم اللي يصدر القرار الاداري يصدر من مختص اللي احنا بنسميه ركن الاختصاص في اصدار القرار الاداري. وبعدين بعد ركن الاختصاص ركن الشكل، ولا بد ان يصدر القرار الاداري اللي هو الكلام اللي طلع من المسؤول ده في شكل معين وباجراءات معينه. وبعدين لابد ان يكون له موضوع معين، يعني موضوع القرار الاداري، محل القرار الاداري. ممكن يطلع من موظف مسؤول ومن مختص ولكنه على غير موضوع. طيب في حاجه ثانيه اسمها سبب القرار الاداري، ممكن يطلع قرار اداري من وزير ومن مسؤول وعلى موضوع معين ولكن هذا الموضوع غير مشروع، وبالتالي ده لا تتوفر له اركان القرار الاداري. اذن عشان ادخل في دعوى الالغاء وانا بكيف الموضوع اللي قدامي كمحامي في مكتبي، عمليه يعني ايه؟ يعني عايزه روائد بال كده، وعايزه تشريح للحاله اللي قدامك. ازاي؟ هل دي دعوى الغاء ولا مش الغاء الاول؟ وبعدين القرار ده قرار ايه؟ هل اداري ولا مش اداري؟ لسه بقول لكم ممكن القرار يبقى طالع يقول لك قررنا وهو مش قرار اداري، وممكن يبقى طالع ما يقولش قررنا ولا ماده واحد ولا ماده اثنين وهو في حقيقته قرار اداري. عشان كده في قاعده مهمه جدا في القرارات الاداريه لازم تفهموها والمحامي الشاطر يفهمها، ان احنا بنقول ان العبره في القرارات الاداريه ليست، افهموها دي واكتبوها، ليست بالالفاظ والمباني، العبره ليست بالالفاظ والمباني ولكن بالمقاصد والمعاني. ودي قاعدة أصولية فقهية من الفقه الإسلامي كمان، يعني العبرة ليست بالألفاظ والمباني، أي كلام تقوله مش باللفظ فقط ولا بالمبنى فقط. يعني إيه؟ زي ما بقول لك كده، قرر رقم واحد ماشي قرر، بس لما أقعد أكيفه ما هوش قرار، ما قررش، وممكن ما يقولش قررنا ويبقى قرر. يبقى أنا عشان أفهم الحتة دي يبقى لازم أفهم إن مش كل لفظ يحمل على انه قرار، ومش كل لفظ يحمل على انه غير قرار. يبقى العبره بالمقصد والمعنى، والافضل بقى ان يجتمع اللفظ والمبنى مع المقصد وايه والمعنى، بمعنى ان تكون الالفاظ اللي انا كتبتها معبره عن حقيقه ما اقصده، وده المفروض بقى هو ده القرار الاداري السليم. عشان كده لما بنقول القرار الاداري ايه؟ تعريف القرار الاداري حد يعرف؟ ايوه بشرط ان يلتزم باللوائح القانونيه. برافو، اتفضل. عايز اترجم ده عملي، عايز اترجم الكلام ده عملي. ايه افصاح؟ كلمه افصاح اللي هو ايه؟ اللي هو اللفظ، احنا بنقول اهو اللفظ. افصاح جهة الإدارة، افصاح جهة الإدارة. الافصاح معناها التعبير عن الإرادة، والتعبير عن الإرادة قد يصدر في صورة لفظ وقد يصدر في صورة تصرف. لفظ او ايه؟ او تصرف. اللفظ اللي احنا بنقول عليه قرار رقم كذا لسنة كذا كرر كذا، ده لفظ. وقد يصدر في صورة أخرى اللي هي صورة المعنى أو المقصد من القرار. يعني لما يطلع لك كده يقول لك ده فلان نقلوه وتم توزيعه على مكان معين، بس ما كتبلوش ينقل فلان الفلان، ده أعتبره قرار نقل ولا مش قرار نقل؟ عند التفسير الصح يبقى قرار نقل. لما واحد يركنوه على جنب كده يقول لك ده أنا وزحت العمل في الإدارة، ودي بيحصل كتير بقى عند الفنانين في إيه؟ في إيذاء الناس وإيذاء الموظفين. يقول لك إيه؟ إن إحنا نظمنا العمل وتوزيع العمل بين الإدارات معينة، ويروح جايب اللي على هواه يحطه في الأماكن المميزة واللي مش على هواه وإيه؟
يركنوا في اماكن تانية. ده حقيقة الامر، ده قرارات نقل ولا مش قرارات نقل؟ ويقول لك لا انا ما نقلتش، ده انا بنظم العمل. لما يجي واحد يقول لك للمصلحة العامة ينقل فلان، حتى وهي لفظي للمصلحة العامة ينقل فلان للمكان الفلان، ويسبب القرار ويحط في بداية القرار للمصلحة العامة. هل هي دي المصلحة العامة ولا مش المصلحة العامة؟ انت ده كل مهمتك كمحامي، انت مهمتك ان انت تثبت الكلام ده للمحكمة. خلاص، يبقى اذا المحامي لابد ان يكون، يعني زي ما بيقولوا كده، يكون انسان مفتح جدا وعنده ملكة فقهية قانونية، يقدر يقرا. طبعا يقدر يقرا افكار مصدر القرار. واحيانا انت عندك عيب من عيوب القرار الاداري اسمه عيب التعسف في استعمال السلطه، او عيب الانحراف بالسلطه. ده عيب بنسميه احنا من العيوب القصديه. عيب قصدي يعني ايه؟ يعني عيب يتعلق بنيه مصدر القرار. طب انا هدخل نيته ازاي؟ هنا بقى انت دورك كمحامي، ادخل نيته ازاي؟ واعرف انه انحرف بالسلطه ازاي؟ واعرف انه تعسف في استعمال السلطه ازاي؟ في تفسير هذه النيه، من خلال ان انا بفسر القرار اللي ايه؟ اللي طلع بها. يعني مش كل قرار للمصلحه العامه يبقى للمصلحه العامه، اثبت لي بقى ان هي دي المصلحه العامه. تمام؟ عمليات يعني بيبقى فيها نوع من المكر ونوع من الدهاء ونوع، فانت كمحامي انت اللي بتستشف هذه النية وتترجمها بعد كده في الدعوة بتاعتك. فبنقول إفصاح جهة الإدارة. الإفصاح قد يكون باللفظ وقد يكون بالإيه؟ بالتصرف أو بالتعبير عن إرادتها الملزمة. إزاي بقى؟ عن إرادتها، إرادة الإدارة اللي هي نية الإدارة. وهذه النية لابد أن تكون ملزمة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو واحد طلع قراره وقراره مش ملزم، قراره مش ملزم، مش ملزم يعني ايه؟ يعني لا تتوافر له صفة الإلزام. امتى القرار يبقى ملزم؟ أنا كمحامي لازم أعرف إن القرار ده ملزم ولا مش ملزم. بمعنى إن لو الموضوع يقتصر على أخذ رأي مختص معين يبقى ده مش قرار إداري. يعني بمعنى ايه؟ أحيانا بيحصل في الجهات الإدارية واحد يطلع قرار في صورة القرار بتاعه يقول لك إيه؟ للعرض على الشؤون القانونية أو لأخذ رأي الشؤون القانونية. هل ده يعد قرار؟ في حقيقة الأمر مش، حتى لو ترتب عليه أثر قانوني. زي ما يقول لك إيه مثلا في بعض اللوائح كتيرة يقول لك ويتم كذا كذا بعد الإيه؟ بعد العرض على كذا، مش بعد موافقة كذا. في فرق بين بعد أخذ الموافقة وبين إيه؟ وبين العرض. العرض القانون استلزم العرض فقط، إنما لم يستلزم الموافقة. فلما يجي واحد بقى يقول لك إيه ده إحنا عرضنا وخلصنا وانتهينا للرفض، أنت كمحامي بقى مهمتك إن تقول لا ده هو القانون ألزم العرض فقط، ولكن يقول لك إحنا عرضنا على الجهة الفلانية والجهة رفضت التظلم ولا رفضت كذا ولا كذا. انا لازم ابقى فاهم ان العرض القانون الزم بالعرض ولم يلزم بالموافقه ولم يلزم بالموافقه. وبالتالي ان انت عشان تبني قرار على جهه القانون ما جعلش رايها ملزم، يبقى انت اللي قرارك كده خاطئ، وادخل لبطلان القرار من هذه الناحيه. يعني عايز المحامي يقرا ما بين السطور، وهو زي ما اقول لك ثلاث ارباع شغل المحامي هو تفسير الالفاظ. وعشان افسر تفسير صح لازم يكون عندي فقه، ولازم يكون عندي قانون، ولازم يكون عندي راي وراي اخر، ولازم ابقى عندي ملكه التفسير. واحنا نعرف ان المحاماه هي نوع من ايه؟ من المجادله، بس الجدال اللي بالحق، والجدال الفني، والجدال ليس لاجل الجدال، وانما الجدال لاثبات الايه؟ لاثبات الحقيقه. هو نوع من الصراع القانوني، الصراع بالرأي والرأي الآخر، هي ده مهنة المحامي. ولن تستطيع أن تجادل إلا إيه؟ إلا إذا كان لديك أساليب الجدال الحق وكيفية الانتصار على خصمك بالحجة وبالبرهان. فبنقول إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة. يبقى لازم هذه الإرادة تكون ملزمة. ملزمة يعني إيه؟ يعني قرر القانون والمشرع أن هذه الإرادة ملزمة.
يعني يقرأ القانون المشرع أن أقدر ملزمة أن القانون المشرع لما يقول لك كده ويصدر القرار من مثلا الوزير المختص، الوزير الإيه المختص، يبقى القانون هنا هو اللي ألزم أن القرار هنا يصدر من الوزير ويصدر من الوزير المختص. يبقى بمعنى أن صاحب الاختصاص أو القرار لابد أن يصدر من مختص، يعني يصدر من شخص خوله القانون سلطة إصدار هذا القرار. يعني إنما لو أنا مش مختص وطلعت قرار ورغم إن كلامي ملزم كموظف عام، لكن في هذه الحالة بالذات مش أنا المختص بها، يبقى قراري ملزم هنا؟ قد يكون ملزم في اختصاص معين وغير ملزم في اختصاص معين. نرجع لمين؟ مين بقى اللي بيحدد الاختصاص؟ القانون. عشان كده بنقول إيه؟ جهة الإدارة أفصحت قررنا عن إرادتها الملزمة. الملزمة هنا معناها إيه؟ التي خوله القانون سلطة وصلاحية إصدار هذا القرار. عشان كده دايما لو نطلع أي قرار إداري نلاقي إيه؟ يعني حسين بها تطلع قرار دلوقتي مثلا خاص بمحامي معين ولا شيء، بيعمل إيه؟ الأمين العام بعد لازم يكتب كده بعد الاطلاع على إيه؟ على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على لائحة مش عارف ايه، وبعد الاطلاع على وبعد كلمة وبعد دي احنا ما بنحطهاش كده يعني ايه منظرة، لا ده معناها هو ده السند القانوني، هو ده السند اللي انا بستند اليه ان الكلام بتاعي ده هو كلام قانوني وكلام ملزم. لان انا عايز اقول لك انا ما جبتش الكلام ده من عندي، انا مش قاعد اطلع قرارات او اطلع حاجات كده بهواية، لا ده الكلام اللي انا بقرره ده واللي انا قلت عليه ده واللي انا كتبته له سند من القانون. بمعنى اصح ان اللي خولني باصداره هو القانون وليس الهوى الشخصي. يبقى لما اقول بعد الاطلاع وبعد 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 هو ده السند الايه القانوني، وده سند الالزام في نفس الوقت. ليه؟ لان انا لن استطيع ان اصدر قرار ولا اطلع كلام قانوني يترتب عليه اثار معينه الا وانا لدي الصلاحية لإصدار هذا القرار. والصلاحية اللي بيديها لمين؟ مش أنا اللي بديها لنفسي ولا المدير حتى اللي بيديها لي، ولا يملك المدير أن يدي اختصاص لواحد مش اختصاصه. وعشان كده في حاجة نعرف الاختصاص ده ركن مهم جدا، أساس إبطال أو أغلب إبطال القرارات الإدارية بيجي من عند ركن الاختصاص. المحامي الشاطر يعني انا كده يعني ايه بديكم من واقع العمل، الاغلب القرارات اللي كنا بنلغيها اساسها ايه؟ اغلبها ان القرار صدر من غير مختص. ليه؟ لاني لازم افهم الاختصاص وافهم طريقه الاختصاص، ان الاختصاص بيمنحه القانون، وان الاختصاص ده برضو مش كل واحد اختصاصه كذا، لا ده انا لازم افهم كمحامي ان الاختصاص ده معناها صلاحيه الموظف العام لإصدار القرار الإداري. هذه الصلاحية تأتي من القانون، وهذه الصلاحية قد تكون أصيلة وقد تكون غير أصيلة. يعني إيه؟ يعني الأصيلة دي الاختصاص الأصيل إن القانون يقول لك مثلا يختص وكيل الوزارة بواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يختص أمين عام نقابة المحامين بواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هو ده الاختصاص. طب لو انا دلوقتي ما جاتش الاختصاص ده بتاعي ضمن الاختصاصات دي، ابقى انا مختص ولا مش مختص؟ ها ها برضو ما اقدرش اقول اكيفها الا لما ارجع انا مختص ولا غير مختص، ارجع للائحه الجهه اللي انا بتكلم عنها، للائحه التي ينتمي اليها الموظف اللي هو جاي يوكلني عشان امسك له القضيه بتاعته. ليه؟ لأن الاختصاص ده قد يكون اختصاص أصيل، يعني يخوله القانون صراحة بالاختصاصات واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقد يكون اختصاص عام. يعني اختصاص عام يعني القانون يحظر واحد اثنين ثلاثة أربعة الحظر، ثم ما عدا ذلك يكون أنا إيه مختص بيه. برضو مش كل القوانين واللوائح ما هيش قواعد عامة، ده أنا لازم أرجع للائحة. في لوائح بتحدد الاختصاصات على سبيل الحصر، وفي لوائح بتحدد المحظورات وما عدا ذلك بقى إيه مباح واختصاصات. ما أقدرش أنا أقول إن التصرف ده صح، اللي عملته الجهة الإدارية دي صح ولا غلط،
الا لما ارجع للائحه والقانون بتاع الجهه الاداريه. يبقى زي ما قلت المره اللي فاتت القانون العام ما ارجعش للقانون العام الا اذا كان الايه القانون الخاص بتاع الجهه ما فيش نص يعالج هذه الحاله. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت المره اللي فاتت ما اعرفش لكم ولا لغيركم ان اللائحه برجع للائحه، اللائحه دي قد تكون متضمنه النصوص للماده اللي انا عايزها وقد تكون مش متضمنه لهذه الماده، اعمل ايه؟ ارجع للقانون العام وهو مثلا قانون الخدمه المدنيه. يعني العمليه ما هيش على عواهلها كده، ده انا لازم اعرف اللائحه، اعرف القانون المختص اللي انا هطبقه او اللي انا هستند اليه وانا بطالب. ودايما الخاص يخصص ايه؟ ها؟ الخاص يخصص العام. يعني ما يبقاش انت لك لائحه خاصه وانا اروح ارجع للقانون العام، لازم ارجع لمين؟ ارجع للائحه بتاعتك انت الاول. ما لقيتش فيها نص ارجع لمين؟ للقانون العام. وانا ضربت لكم مثال قبل كده، فاكرينه ولا نسيتوه؟ حد فاكره؟ ها؟ ها؟ اجازة مرافقة الزوجة او الزوجة مش اتكلمنا عنها؟ يبقى انتوا جماعة تاني بقى. المشكلة ان هم جماعات. بقول مثلا قلت اجازة مرافقة الزوج، يعني انت دلوقتي واحد طالع اعارة ومعاه مراته ومراته موظفة، قدمت طلب للجهة الإدارية انا عايز اجازة مرافقة عشان اروح مع زوجي، اترفض الطلب ده. واحيانا بتضطر تمشي مع جوزها وتسيب الكلام يحسبوها انقطاع عن العمل وينهوا خدمتها. تيجي لحضرتك كمحامي انا عايز اطالب بالغاء قرار انهاء الخدمه. ليه؟ لانه صدر على غير اساس قانوني. ليه؟ القانون بيقول لك يمنع احد الزوجين عند سفر احدهما للخارج اجازه مرافقه بشروطها اذا زادت مده السفر عن 6 شهور. في نص قانوني ده في خدمه، في قانون الخدمه المدنيه اللي هو القانون العام اللي بينظم احكام الوظيفه العامه. طيب ماذا لو انت بقى في هيئه خاصه وما فيهاش هذا النص؟ وضربت مثال على كده مثلا قانون تنظيم الجامعات، النص ده مش موجود قانون تنظيم الجامعات. طب لو واحد دكتور في الجامعه او استاذ في الجامعه وبرضه سافر، او هي استاذه وسافرت وجوزها عايز يسافر معاها ما رضوش يديله اجازه، اعتبروها منقطع عن العمل، انهوا خدمتها، رفعت قضيه، جات لك عشان ترفع قضيه للمطالبه بالغاء قرار انهاء الخدمه، هتعمل ايه؟ هي استاذه في الجامعه ولا هو استاذ في الجامعه؟ لما تيجي تفتح قانون تنظيم الجامعات مش هتلاقي فيه نص الايه؟ اجازه المرافقه بتاع الزوجين دول، انما النص ده موجود فين يا اخوانا؟ موجود في قانون الخدمه المدنيه اللي هو القانون العام. فتيجي انا كمحامي بقى اقول بما ان ما فيش نص في قانون تنظيم الجامعات إذن هلجا للقانون العام وهو قانون الخدمة المدنية واستعير النص بتاعه واستند في المذكرة بتاعتي وفي الطعن بتاعي إلى نص قانون الخدمة المدنية. ليه؟ لأن هو برضه أستاذ الجامعة وإن كان كادر خاص، يعني له لائحة خاصة، إلا إنه في الآخر هو موظف إيه؟ موظف عام، وموظف عام يأخذ على قانون الخدمة المدنية. دي مهمتي أنا كمحامي أعرف ان هو ده برضه يدخل في نطاق الاختصاص، هل الجهه الاداريه دي مختصه ولا مش مختصه؟ لما يطلع بقرار من رئيس الجامعه بالرفض، واحد يقول لك ايه ده القرار ده المفروض ان دي بتنتمي لقانون تنظيم الجامعات وما ينفعش اللي يطلع القرار بتاعها غير رئيس الجامعه، ويقول لك ما فيش نص في القانون يقول لك في اجازه مرافقه للزوج او الزوج. يبقى انا دي مهمتي ان انا ابقى دارس كواليس العمل الاداري ايه بالظبط، وكواليس كل لائحه ايه بالظبط، واللوائح اللي بتنظم المكان ايه وشروطها ايه، اللي هو ركن الاختصاص. هل القرار ده صدر من مختص ولا مش مختص؟ يصدر من مختص قد يكون الاختصاص اصيل، يعني القانون خوله اياه بصفه صريحه، او مش اصيل. مش اصيل يعني ايه؟ يعني هو منقول اليه او منقول للمختص ده من ايه؟ من شخص اخر، اللي احنا بنسميه التفويض. ايه؟ تفويض الاختصاص. يبقى انا عندي قد اكون مختص اختصاص اصيل وقد اكون مفوضا. يبقى مهم جدا ان انا اعرف برضو التفويض في الاختصاص ده يعني ايه وشروط صحة التفويض، لان برضو كمحامي الشاطر يقول لك ايوه ده الجهة الادارية تقول لك ده صدر بناء على تفويض. ليه؟ يقول لك القانون مفوض فلان. انا كمحامي شاطر بقى اصل الى ان انا ابطل كمان ايه؟ ابطل التفويض ده عشان اصل لبطلان القرار الاصلي.
ما انا دلوقتي واحد طلع له قرار، القرار ده بالتفويض، انا كمحامي ما اسكتش على كده. ليه؟ الشطاره بتاعتي ان انا اناقش قرار التفويض كمان، هل هو صح ولا غلط؟ ممكن يبقى في قرار تفويض غلط، ايوه ممكن يكون في قرار تفويض خاطئ. زي ايه يا باشا؟ زي مثلا القانون، اولا في قاعده في القانون يقول لك لا تفويض الا بنص، لا تفويض الا بنص، يبقى لازم اعرف شروط صحه التفويض ايه. يبقى انا اروح داخل على اللائحه، الوزير مفوض وكيل الوزاره، اشوف فعلا الوزير هل هناك نص يجيز للوزير تفويض وكيل الوزاره ولا لا، وهل هناك نص يجوز له التفويض في هذه المساله بالذات اللي صدر فيها القرار ولا لا. ليه؟ لان من شروط التفويض لازم يكون فيه نص يمنح الاصيل ان يفوض مين؟ شخص اخر. يعني بمعنى ليه؟ لان التفويض ده نقل للاختصاص، يعني نقل للمسؤوليه، لان القاعده برضو لا اختصاص بدون ايه؟ بدون مسؤولية، ولا مسؤولية بدون اختصاص. يعني ما ينفعش لو انا مش مختص ما فيش مسؤولية عليا. عشان كده لازم اعرف ان القرار ده صدر من الشخص ده، هل هو مختص بيه ولا مش مختص بيه. ليه؟ لان لو هو مش مختص ممكن اجي ارفع دعوة تعويض، المحكمة ترفض لي دعوة التعويض. ليه؟ لان انت رافع الدعوة اصلا الشخص ده او المسؤول ده مش مختص بايه؟ باصدار هذا القرار، وانت رفعت على شخص غير مختص، يبقى في الحالة دي لا مسؤولية بلا ايه؟ بلا اختصاص. يبقى لازم عشان، ولذلك مهم جدا ان اشوف مصدر القرار ده مش مختص ولا مش مختص. ليه؟ لان انا في النهاية هصل الى ان انا ما خدتش حقي بي حتى الغاء القرار، ممكن اخده بالتعويض، ومش هقدر اخده بالتعويض الا ايه؟ ها؟ مش هقدر اخده التعويض الا اذا كان القرار صادر من مختص. القرار اللي ترتب عليه ايه؟ القرار اللي ترتب عليه ضرر. عشان كده لازم افهم جدا القرار صدر من من؟ صدر من مختص ولا لا؟ طب صاحب الاختصاص ده اصيل ولا مش اصيل؟ ولو مش اصيل هل هناك نص يجيز له التفويض ولا لا؟ عشان كده تبص تلاقي ايه؟ برضه مصدر القرار السليم يقول لك ايه؟ بعد الاطلاع على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى التفويض الصادر برقم كذا بتاريخ كذا. عشان يقول للي بيبص للقرار او يقول للمحكمه او يقول لكل من يعنيه القرار ان انا الاختصاص بتاعي ده مش واخده، عشان لما تفتح القرار ولا لما تفتح الاختصاص تقول له لا ده انت مش مختص، اقول لك لا ده انا مختص بس بالتفويض، اقول له طب هات لي التفويض. عشان كده لما يجيني في المحكمه اقول لهم طلعت القرار بناء عليه، يقول لك بناء على التفويض، اقول له ان ما كانش معاه هات لي التفويض، ان ما كانش معاه اديله جلسه لايداع ايه؟ لإيداع التفويض، عشان أعرف القرار ده من مختص ولا مش مختص. طيب أنت كمحامي بقى عايز، محامي فنان بقى عايز تبطل إيه؟ تبطل التفويض نفسه. أعرف لازم، يبقى لازم أعرف شروط التفويض. أول حاجة لا تفويض إلا بنص، يبقى لو ما فيش نص في القانون يبقى التفويض باطل، وما يترتب على باطل فهو باطل. طب في نص في التفويض، لازم أعرف حدود التفويض إيه؟ لأن من شروط صحة التفويض إن أنا أحدد في التفويض الاختصاصات المفوض فيها. ليه؟ لأن لا يجوز أن يكون التفويض كلياً أو عاماً. ما ينفعش أنا أقول كده، أنا أطلع قرار أنا وكيل وزارة أقول يفوض المدير العام في جميع اختصاصاتنا. يبقى أنا كده إيه عملت إيه؟ يبقى أنا كأن حليت نفسي محل المشرع ونقلت له الاختصاص كل اللي عندي يعني. طب أمال أنا هشتغل إيه؟ ده هو أساس التفويض عشان نخف الضغط على مين؟ على المسؤول. أعطى لوكيل الوزارة أو للوزير أو للأمين العام حتى إنه يفوض اختصاص أو واحد اتنين عشان يخف، يلاقي الضغط عنده كتير، فممكن يقول لك أنا هفوض مدير عام الشؤون الإدارية فيما يتعلق بالأجازات، وهفوض بتاع الشؤون المالية فيما يتعلق مش عارف إيه، عشان يخف الضغط، عشان هو يتفرغ لبعض الإيه المسؤوليات المهمة ويخف الضغط عن نفسه، وفي نفس الوقت يدرب غيره. يعني ده أساس أو فلسفة إباحة أو إجازة التفويض عشان يستعمل كوسيلة لتدريب الموظفين. ليه؟ أنا لما فوض اختصاص اتنين تلاتة، أنا مدير عام فوضت بعض اختصاصاتي لمدير الإدارة، يبقى كأني بأهل مدير الإدارة إنه يبقى إيه؟ إنه يبقى مدير عام بعد كده، عشان لما يجي يبقى مدير عام لا يفاجأ بإيه؟ بالاختصاص. إذا هدف المشرع في إباحة التفويض أو إجازة التفويض هدف نبيل جدا، وهدفه ليس نقل التفويض او نقل الاختصاص بصفه عامه، فما يجيش مسؤول يقول لك انا فوضت الايه؟
المدير العام عندي في كل الاختصار بتاعها، لا التفويض كده يبقى باطل. وبالتالي انت كمحامي شاطر لو لقيت تفويض عام يبقى تصل لايه؟ لابطال التفويض. من ضمن شروط التفويض لا يجوز تفويض التفويض، افهموا الحته دي كويس، لا يجوز تفويض التفويض. يعني ايه؟ يعني انا فوضتك او اجزت للوكيل الوزاره انه يفوض المدير العام، وفوضه فعلا في واحد اثنين ثلاثه، ما يجيش المدير العام هو الثاني يروح مفوض ايه؟ اختصاص او اثنين من اللي فوض فيها يفوضهم لمدير الاداره. لا، نحن عاملين التفويض زي ما قلنا بهدف معين، فما تجيش انت بقى عايز تخف الضغط عن نفسك ولا مش عايز تشتغل ولا رايح دماغي اروح مفوض انا الثاني مدير الاداره. انا كمحامي شفت ان الشخص ده هو اللي طلع له قرار اداري باطل وعايز ابطل هذا القرار، هوب اروح جايب التفويض ده. ايه التفويض ده؟ سليم ولا مش سليم؟ هل هو مفوض تاني مرة ولا مفوض أول مرة؟ عشان كده أفهم إن إذا كان التفويض ده صح ولا مش صح. إذا وصلت لإبطال التفويض يبقى أنت وصلت لإيه؟ لإلغاء القرار اللي أنت عايز توصله. من ضمن شروط التفويض أيضا وصحة التفويض أنه لا يجوز للأدنى أن يفوض الأعلى. لا يجوز للأدنى أن يفوض الأعلى. ما بقاش أنا مدير عام واروح مفوض وكيل الوزارة، ما هو نقل الاختصاص، ما بقاش انا مدير ادارة وافوض المدير العام. يبقى انا برضو مهمتي كمحامي ان انا يعني اشوف التفويض ده بالضبط من مين لمين. من ضمن شروط التفويض ان يكون التفويض ساريا. ساريا يعني ايه؟ القرار لما طلع كان التفويض ساري ولا مدته انتهت؟ لأن شروط التفويض أيضا أن يكون مؤقتا، أن يكون إيه؟ مؤقتا. يعني ولذلك أي قرار تفويض يقول لك يفوض فلان الفلاني لمدة سنة، وفي الغالب بنعمله سنة، أو يفوض لمدة، المهم المدة اللي أنا عايز أنقل الاختصاص فيها مؤقتا. الشرط الأساسي من ضمن شروط صحة التفويض ما تخليهوش باطل إن التفويض يكون مؤقت، لأن ما ينفعش يقول لك يفوض المدير العام في اختصاصاتنا واسكت على كده. معناها برضو ان انت نقلت الاختصاص. ومين المختص بنقل الاختصاص؟ المشرع. لان انا لو نقلت الاختصاص بصفة دائمة يبقى انا حطيت نفسي مكان المشرع وانا شرعت قانون جديد، وهذا يعدم الاختصاص مش يبطله فقط، يموته. يبقى لازم التفويض يكون مؤقت، لازم التفويض يكون جزئيا، لازم التفويض يكون من شخص يخوله القانون، اللي هي لا تفويض إلا بنص يخوله القانون أنه يفوض اختصاصات. ولذلك المشرع أحيانا لما بيعوز يخصص واحد معين يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا ولوكيل الوزارة دون غيره، وللأمين العام دون غيره. دون غيره دي معناها إيه؟ معناها لا يجوز له التفويض. لما أشوف كلمة دون غيره دي في أي نص معناه يجي يطلع لي وبالتفويض ولا كده، ولا انا عايز افوض اختصاصاتي، اقول له للاسف لا يجوز لك التفويض. ليه؟ لان المشرع قال لك دون غيره. يبقى المشرع لنيه معينه في دماغه لم يجز تفويض هذا الاختصاص. ليه؟ هو شايف ان الاختصاص ده لابد ان يكون من وكيل الوزاره الواحد، نظرا لاهميه هذا الاختصاص. فما يجيش المشرع يقول لك دون غيره وانا اروح لغيها واقول لك ايه ما في تفويض، لان ما فيش تفويض عام، ما فيش تفويض ايه؟ ما فيش تفويض عام. التفويض لازم يكون جزئي وفي بعض الاختصاصات ومؤقت لمده معينه، ولا يكون من الادنى للاعلى، ويكون محدد الزمان ومحدد المكان كمان. يعني ايه؟ لو انا دلوقتي بتكلم في تفويض اختصاص مثلا نقابه المحامين، والامين العام عايز يفوض اختصاص، ما يقولش يفوض فلان الفلاني مثلا في امور مثلا القيد في النقابه، ولا امور مثلا استخراج بطاقات العضويه على مستوى الجمهوريه. لا، ده لازم يبقى محددها في ايه؟ في اي مكان بالظبط، وفي اي قطاع، وفي اي فرع في النقابه، عشان لما يطلع ما ينفعش يطلع واحد يطلع اختصاص في مكان معين ويمشي على ايه؟ ويمشي على مكان اخر. مين اللي بيكتشف الكلام ده كله؟ مين اللي مهمته يدرس الكلام ده كله؟ المحامي. مش انت عايز تكسب قضيتك؟ ولا روح يجينا الراجل روح رفع له دعوه وخلاص، وهو بتروح المحكمه تديها رفض ولا تديها عدم قبول ولا تديها عدم اختصاص، وانا اكون السبب في ده كله. يبقى دعوه الغاء القرار الاداري اول حاجه فيها ان يصدر قرار اداري افصاح جهه الاداره عن ارادتها الملزمه. وكلمه الملزمه يعني ايه؟
مستندة ملزمة بقوة القانون، مش ملزمة بمزاجي. القانون هو اللي اداها صفة الإلزام. والقانون ما صفة الإلزام؟ احنا سعادتك بنقول ان القانون لما يقول لك يختص الأمين العام بكذا معناها ايه؟ ده امر من القانون، امر من المشرع، معناها ان المشرع بيقول لي انت اختصاصك واحد اتنين تلات، وبما ان المشرع هو اللي بيديني الاختصاص وانا اختص بيه لما تطلع قرار قرارك ملزم. لكن لو انت مش مختص بيه وما ادهلكش المشرع لا الزام فيه. عشان كده قوة الالزام هنا احنا بنقول والذل لازم نفهم بقى اللي بيتقال ده. المادة 123 في قانون العقوبات بتقول ايه؟ ان الموظف العام اللي لا ينفذ ايه؟ لا ينفذ حكم محكمة او لا ينفذ قرار اداري واجب الالزام. التفويض لابد ان يكون مؤقت وخلاص، انما مدته قد ايه؟ ممكن يبقى المدة التي يراها صاحب الاختصاص الاصيل. يعني ما فيش نص في القانون يقول لك ان التفويض لا يقل عن سنة ولا لا يقل عن شهر ولا الكلام ده. ليه؟ لانه هو اصل التفويض عبارة عن ايه؟ واحد بينقل اختصاصه لأحد مرؤوسيه. يعني أنا مدير عام ومعايا خمسة ست مديرين إدارات مثلا، فعايز أنقل اختصاص معين لأحد مرؤوسيه إنه يمارس هذا الاختصاص لمدة معينة عشان أخف الضغط عن نفسي. فممكن أخليه لشهر، أو أنا مثلا المختص الأصيل مسافر برة أجازة لمدة شهر ولا شهرين، فيعمل إيه؟ يروح مفاوض عشان ما يعطلش مصالح الناس، يفوض اختصاصاته او بعض اختصاصاته لايه؟ لبعض مرؤوسين. رجع من الاختصاص، ودي سؤال تاني برضو مهم، هل يجوز للمفوض او المفوض اليه ممارسة الاختصاص اثناء وجود المفوض؟ يعني دي نقطة مهمة جدا وبتبقى مجال جدال في المحكمة. يعني انا هفترض لك الواقعة، محدش يعمل كده على طول وخلاص، لا، لازم انا ادرسها في دماغي واحللها واشوف. يعني احد المدراء فوض احد مرؤوسيه لممارسه اختصاص خلال ايه؟ لمده شهر او لمده سنه، وهو موجود. ما هو اصل هو مش شرط ان انا بفوض عشان انا غايب مش موجود، لا، في الغالب 99% من التفويض بيبقى ايه؟ بيبقى الاصيل موجود او المفوض موجود والمفوض اليه ايه؟ موجود. بس احنا قلنا عشان يخف الضغط عن الرئيس وفي نفس الوقت يدرب المرؤوس، يعود المرؤوس على ممارسة الاختصاص. والمدير الناجح او المدير صافي النية والمدير اللي عنده اخلاص انه يفوض احد مرؤوسيه او بعض مرؤوسيه في ممارسة بعض الاختصاصات عشان يعلمهم. لكن للاسف الشديد يرجى كتير من الرؤساء او المديرين بالعكس، انه ممكن عايز ياخد اختصاصات المرؤوس بتاعه كمان. عشان ايه؟ اغلبنا بيحب التكويش، اغلبنا بيحب المركزيه عشان يبقى الكل تحت سطوته، فما يحبش كمان انه ايه يفوض. لكن المدير المخلص والمدير الناجح اللي هو يفوض بعض اختصاصاته وبصفه خاصه الاختصاصات اللي ايه اللي مش مهمه قوي، بس عشان يقعد المرؤوس بتاعه مكانه، او عشان يقول لك ده انا ايه؟ ده انا بمارس اختصاص المدير العام، يديله الثقه في نفسه. ودي من علامات ديمقراطيه الاداره. ديمقراطيه الاداره ان انا ادي افوض اختصاص الغير عشان اعلمه، عشان لما انا امشي المكان ما يوقفش ولا يدوروا دوره على واحد تاني ولا يقول لك يوه ده ما كانش فيه غيره. هو ده المفروض، وده يعني الاداره حسنه النيه. لكن للاسف اغلبنا بيعمل ايه؟ بيحاول يخلي فيه مركزيه في الاداره ومركزيه في السلطه، ما يحاولش يدي الاختصاصات او بعض اختصاصات. فمن ضمن الحاجات التفويض زي ما بقول لكم كده، انا فوضت واحد دلوقتي ومعناها ان المفوض موجود والمفوض اليه موجود، هل يجوز للمفوض ان يمارس الاختصاص الذي فوضه؟ يعني احيانا بعض المديرين يعمل لك ايه؟ يبقى هو فوض الاختصاص ولكن هو موجود، فايه تدخل انت تخلص منه القرار يمضيه هو. طب امال الفوضه ده موجود ليه؟ طب التفويض ما زال قائم، يبقى ايه فايده التفويض في الحاله دي؟ هل يجوز بقى في السؤال ده؟ حد يجاوبني كده، ينفع ولا ما ينفعش ان انا المفوض يمارس الاختصاص الذي فوضه وفي حاله وجود المفوض اليه؟ الاثنين موجودين. افتونا في رؤيانا، ان كنتم للرؤيا تعبروا. ينفع.
ينفع ولا ما ينفعش؟ انت قلت لي لا. ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ طالما ايه؟ طالما عداله الصلاحيات ينوب عنه في التفويض يعني. ايوه بقى الصلاحيات زي ما هي مسموح له. في البعض يقول لك ايه، مش هو الاصيل؟ فطالما هو الاصيل وفوض اختصاصاته وهو صاحب الاختصاص الاصيل، يبقى يجوز له انه ايه؟ انه يمارس الاختصاص اللي هو فوضه، رغم ان التفويض ما زال قائم. طبعا هنتكلم فيها برضه. سعاده الرئيس بيسال هل يجوز له الغاء التفويض ولا لا؟ راي تاني يقول لك ايه؟ لا يجوز للمفوض ان يمارس الاختصاص الذي فوضه الا اذا الغى التفويض زي ما قال حسين بكده. بمعنى احنا عندنا في الاداره في لابد ناخد بالنا من الحته دي. انا لسه بقول لكم ايه دلوقتي؟ لا مسؤوليه بالاختصاص، لا مسؤوليه بالاختصاص. يبقى لسلامه وصحه العمل الاداري وعشان ما حدش يهرب من المسؤوليه التي خوله اياها القانون، في بعض الناس يعمل لك ايه؟ شايف اختصاصات فيه خطوره شويه، يخاف احسن حد يجي يراجع عليه من جهه اداريه ولا من جهه بتاع مين اللي مارس الاختصاص ده، فلان الفلان، فيروح يفوض الاختصاصات اللي فيها مسؤوليه او مسؤوليه كبيره، وما يفوضش الاختصاصات اللي ايه؟ يعني بمعنى اصح يفوض يشيل من على دماغه هو الخفيف ويدي للمرؤوس بتاعه الايه؟ الحاجات اللي فيها مسؤوليه اكتر، عشان يهرب هو منين؟ يهرب هو من المسؤوليه. عشان كده لا مسؤوليه بالاختصاص، وبالتالي لا اختصاص بلا نص في القانون او بلا اساس قانوني، وبالتالي في هذه الحاله قال لك لا يجوز، افهموها كده، لا يجوز للمفوض ان يمارس الاختصاص الذي فوضه، وان كان عايز كده يبقى يلغي الايه؟ يلغي التفويض. انما انت لما يعني عايز تمشي حاجه يقول له روح للاستاذ فلان، روح للاستاذ فلان، مش عايز يمشي حاجه او حاجه على هواه يقول له ايه؟ يخلصها ويقول لك ما انا مختص، ما انا ايه؟ ما انا مختص. لا، من ضمن شروط صحه التفويض برضه اني لو انا همارس الاختصاص الذي فوضته ان انا الغي التفويض واعمل ايه؟ ومارس انا الاختصاص، ما انا الاصيل. خطأ ما احنا بنقول اهو، ما احنا بنقول اهو، لو التفويض قائم ها آه. قائم والمفوض اخطا، يبقى صاحب الاصيل من حقه يلغي هذا التفويض، يلغي الامر اللي فوض فيه المفوض اليه. ايوه آه. لا يلغي، ازاي يلغي الامر ولا يلغي التفويض؟ يعني هو اه استاذ عايزين نسمع السؤال ده كويس، سؤال كويس. هاي الراحه بقى كده عشان نسمع. اتفضل. كويس، يلغي اذا صدر الامر في الدار ارتاح. هي بتسال سؤال بتقول لك لو المفوض طلع امر للمفوض اليه، مش كده؟ المفوض اليه ايوه طلع امر خطا، اخطا في ممارسه الاختصاص المفوض اليه، مين اللي يشيل المسؤوليه؟ كويس، يعني دلوقتي واحد باختصار كده، واحد فوض اختصاصه، مسؤول فوض اختصاصه لاحد مرؤوسيه، احد المرؤوسين وهو بيمارس الاختصاص اخطا في ممارسه هذا الاختصاص، تمام؟ والرئيس او المفوض عارف ان هو اخطا، يعمل ايه؟ يلغي التفويض ولا يلغي؟ هل يملك انه يلغي التصرف اللي هو اخطا فيه ولا لا؟ مش كده؟ طب لو كان التصرف التصرف تام، ها لو التصرف تام تمام. الحاله دي بنعمل ايه؟ الحاله دي بنعمل اولا اذا المفوض اليه مارس الاختصاص بتاعه اثناء سريان التفويض وتم الاختصاص، فاصبح الاختصاص تم في نطاق مسؤوليته القانونيه، وهو مسؤول عن هذا التصرف طالما الاختصاص طالما التفويض ما زال قائما. يعني ايه؟ يعني انا فوضت. عشان كده انا بقول لكم حاجات دقيقه ومن واقع العمل
كمحامي لازم يفهمها. ما هو ده دي شطاره المحامي، ان انت تصل الى ان فعلا طب الخطا الواحد دلوقتي المفوض ليه اخطا وحولوا له التحقيق، يقدر يقول ده انا مفوض الي ويتنصل من هذا الاختصاص؟ لا. ليه؟ لانه صدر نقل اليه الاختصاص بموجب سند قانوني اجاز للمفوض ان ايه؟ ان يمارس هذا الاختصاص، وبالتالي لما طلع الاختصاص كانه صدر من الاصيل، كانه ايه؟ صدر من الاصيل، وبالتالي اعمال قاعده الاختصاص بلا مسؤوليه فهو اصبح مختص، بس مختص بالتفويض بقى، وبالتالي يتحمل مسؤوليه كافه التصرفات اللي تصدر منه اثناء سريان التفويض. انما السؤال هل يملك المفوض ان يلغي التفويض في اي وقت ولا لا؟ يملك المفوض ان يلغي التفويض في اي وقت. ده السؤال اللي سالته، مده التفويض قد ايه؟ احنا بنقول الشرط ان التفويض يكون محدد المده، لكن مش محدد المده بشهر شهرين ثلاثه، لا، محدد المده ايا كانت هذه المده عشان اعرف امتى عشان احدد ان الاختصاص ده صدر في اطار التفويض ولا لا. لان احيانا كثيره مثلا واحد يطلع له قرار كده ولا يطلع له كذا ويجي عشان يطعن يقول لك ده المخطأ القرار ده صدر من غير مختص. لا يا عم ده في تفويض. برضو المحامي الشاطر يقول لك لا ده طلع مثلا يوم 1/10 والتفويض انتهى يوم 30/9، يبقى صدر من غير مختص ولا ما صدرش؟ صدر. يبقى صدر من غير مختص يبقى باطل. وحالات كثيره بتبقى يعني ايه؟ يعني بتبقى ممكن الحق فيها موجود او التصرف موجود ولكن يخرجه بموجب الايه؟ بموجب هذا التفويض او هذا الميعاد اللي في التفويض. اتفضل. المفوض اللي للسياده يملك ان هو يرفض التفويض اصلا من رئيسه. ان هو في مثلا بعض الاعمال فيها مسؤوليه. اه. فالرئيس بيفوض احد مرؤوسيه في الاعمال دي. انا كمرؤوس املك ان انا ارفض التفويض ده من رئيسي؟ ترفض التفويض. سؤال كويس برضه. يعني انت دلوقتي اتفضل تحت، اتفضل. واحد رئيس في العمل مفوض واحد، المفوض اليه شاف ان معلش يعني الرئيس عايز يتزحلق من الاختصاص ده وعايز يعني يشيل من على دماغه، زي ما بقول لكم كده، يعني هو بياخد التفويض هنا كوسيله للهروب من المسؤوليه، بمعنى اصح يعني انا بفوض ده عشان ايه؟ ارتاح اريح دماغي وما اقعدش كل شويه يقعدوا يحولوني للتحقيق ولا يحولوني لكذا ولا الوزير يسالني فيروح مفوض. هل المفوض اليه يملك انه يرفض التفويض اللي المفوض عايز يفوضه له؟ هل يملك انه يرفضه؟ اه يملك انه يرفضه. ليه؟ لان اصلا التفويض مش الزام، التفويض في حد ذاته غير ملزم للمفوض، بمعنى ان مش الزام علي ان انا افوض اختصاصي ومش الزام على المفوض اليه ان يقبل هذا الاختصاص. ده التفويض انا لسه بقول لكم عله وجود التفويض تخفيف العمل عن كاهل المفوض او عن كاهل المسؤول الكبير. انما الاختصاص اساسا بتاع مين؟ بتاع المفوض، بتاع الاصيل. والمشرع لو مش عايز يفوضه اساسا ما كانش اداله، يعني لو عايز ينقل الاختصاص المشرع كان نقله من البدايه. ده هو الاختصاص اساسا بتاع مين؟ بتاع المفوض، يعني هو بتاع الاصيل. فانا اعطيتك منحه ولا قال لك القانون قال لك ايه؟ ما قالكش يجب التفويض. القانون دايما قال ايه؟ يجوز للاصيل انه يفوض بعض اختصاصات، يجوز. وبالتالي مش ما ينفعش بقى انا بقى كمفوض عليا انت المدير بتاعه عايز تفوضني وانا جايز انا شايف ان نفسي انا مش حامل هذا الاختصاص. طالما يجوز وطالما يجوز من حق ارفضه ومفيش الزام عليك. ولو اداني امر بقى ما ينفعش بقى يقول لي انا فوضتك بالامر، لا الامر هنا باطل. الامر ايه؟ الامر باطل. ليه؟ لان ده انت بتنقل، معلش ده انت بتنقل اختصاص، انت ما بتامرنيش ان انا اروح اقضي مصلحه ولا امارس حاجه معينه بسيطه وانا رفضت، انما انت عايز تامرني ولا املك ان ارفض طالما انت بتامرني بشيء انا مختص به. يعني لو قال لي انت اجر التخصص ده ما ينفعش ان انا اقول له لا، ولو قلت له لا ابقى انا كده مخالف وظيفيا وممكن احاكم تأديبيا، لان في امر او في واجب اسمه واجب الطاعه في الوظيفه العامه،
اللي هي ايه؟ على المرؤوس دايما ان يطيع الرئيس، وبرضه في ذات الوقت على الرئيس ان يامر المرؤوس بما يجيزه له القانون. يعني انا ما امرش المرؤوس بتاعي الا بشيء القانون يجيز ان انا امره به. هل القانون بيجيز ان انا افرض التفويض او افرض الاختصاص على احد المرؤوسين؟ لا. ليه؟ لان الاختصاص ده اصلا مسؤوليه، وبالتالي فعلا متصور جدا جدا ان هو عايز يهرب من المسؤوليه، وممكن يكون عايز يغرق المرؤوس بتاعه ويديله حاجات ايه توقعه في الغلط، وبعد كده احوله للتاديب، وبعد كده ياخد وسيله للنكايه بيه بدل، ويقول له ده انا بنقل لك اختصاص يا عم، ده انا عايزك تبقى مكاني وعايزك تبقى كده. لا. ولذلك يبقى الدنيا ايه، لازم الموظف يكون ناصح، وفي نفس الوقت انا بقى كمحامي ايه ابقى عارف الثغرات، زي محامي الجنائي كده لما بيبقى عارف الايه، يجي يقول له القتل تم في الليل ولا في النهار، يقول له في الليل. طب كانت الدنيا ضلمه ولا مش عارف نور، يقول له كانت ضلمه خالص. طب كان يوم كام في الشهر، يقول له يوم 14 في الشهر، ويوم 14 ده كان القمر طالع على الدنيا كلها، يبقى جت ازاي في الضلمه؟ يبقى الدنيا يروح جايبها لك من الحته دي. ها يقين. اه طبعا، ما في حاجات معلومه بالضروره، الشمس بتطلع دلوقتي امر. اوكي ده مثلا. فالشاهد ان احنا دلوقتي لازم نكون فاهمين كيف يمارس الاختصاص الاصيل، وهل هو اصيل ولا بالتفويض، وده احد شروط صحه القرار الاداري، انه لابد ان يصدر من مختص، اما اختصاص بنص القانون اللي هو الاختصاص الاصيل، واما اختصاص منقول اليه اللي هو اختصاص التفويض. ولما اعرف المنقول اليه في نص يجيز للتفويض ولا لا، وما هي شروط صحه التفويض، عشان اعرف ان القرار. وانا بركز لكم على الحته دي، لان اغلب الثغرات المهمه للمحامي اللي هو بيبطل بها القرار الاداري الحته دي. يبقى لازم يكون قرار اداري صادر من مختص. الشرط الثاني في القرار الاداري اللي هو اساس دعوى الالغاء، اللي هو ايه؟ ان يصدر القرار بايه؟ أن يكون هناك محل للقرار الإداري، محل القرار الإداري، أو بنسميه موضوع القرار الإداري. يعني إيه؟ يعني لازم القرار الإداري ينصب على موضوع يقرره برضو إيه؟ يقرره القانون أو يجيزه القانون أو لا يمنعه القانون. تمام؟ ففي الحالة دي يعني إيه محل القرار الإداري؟ يعني موضوع القرار، يعني موضوع القرار ده إيه؟ طبعًا موضوع القرار نقل، موضوع القرار تعيين، موضوع القرار جزاء، موضوع القرار منح علاوات ولا كذا ولا لازم، ما ينفعش يصدر قرار مجهول كده، لازم انا احدد موضوع القرار ايه بالظبط. تاني حاجه ان موضوع القرار يكون مشروع، يكون ايه؟ يكون مشروع. مشروع يعني ايه؟ يعني ايه يكون مشروع؟ يعني ما ينفعش يكون موضوع القرار شيء يحرمه المشرع او يحرمه الشرع او يجرمه القانون. يعني اللي احنا بنقول عليها ايه بقى في القانون؟ لا طاعة في الشرع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة ايضا للرئيس بمعصية، ان الرئيس يامر المرؤوس بمعصيه. بمعصيه يعني ايه؟ بمخالفه القانون. لما يجي واحد الرئيس بتاعي دلوقتي يامرني بشيء القانون يحرمه او الشرع يجرمه، هل اطيعه ولا ما اطيعوش؟ في الحاله دي يحصل احيانا القضاء يقول لك انا امرته، تلاقي واحد طلع له قرار نقل ليه، يقول لك لعدم طاعه المرؤوسين، ولان هو غير مطيع للعمل وغير مطيع ليه، يقول لك والله اصل طلب مني كذا. انا برضو كمحامي اشوف اللي المرؤوس اللي الرئيس امره به ايه، وهل الرئيس امره بشيء مشروع ولا امره بشيء غير مشروع، وهل امره، هل الامر اللي خده من الرئيس صادر من الرئيس تجب طاعته ولا الرئيس لا تجب طاعته؟ بمعنى ان مش كل رئيس تجب طاعته. يعني انا مثلا شغال مثلا في الشؤون القانونيه مثلا، هل يملك مدير عام الشؤون الماليه ان يطلع لي امر ويقول لي اعمل كذا، ولو انا ما نفذتوش ادخل في مخالفه امر الرؤساء؟ لا، ده لازم يكون صادر ايضا من مختص في نطاق اختصاصه. في نطاق ايه؟ اختصاصه. يعني انا عارف ان ايه، اعرف ان القرار ده طالع من مين وموضوعه ايه
وبيكمل ايه بالظبط في انهي اداره وفي انهي اختصاص. عشان كده مهم جدا ابقى عارف انا كمحامي بقى لما يجينا الراجل، طب انت شغال في الاداره دي امتى؟ طب طلع لك قرار نقل منها؟ طب ساعه ما طلع القرار انت كنت ما زلت على قوه الاداره ولا مش على قوه الاداره؟ عشان اصل ايضا الى ان القرار ده صدر من مختص ولا غير مختص. الاختصاص قد يكون اختصاص في الموضوعات نفسها، اختصاص موضوعي، وقد يكون اختصاص فين؟ قد يكون اختصاص محلي، وقد يكون اختصاص مكاني يعني، وقد يكون اختصاص وظيفي يعني يدخل في نطاق اختصاص الوظيفة طبقا للقانون.